بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك يه سماياوي بسرات بميل رأس ب زا إثيوبيا تأيين تمسكوت أيات سناد دا زوتر سنوي ب مسيت عند ساعات ودا نان تزند يمي درس مرحا قبرنو بسم الله وولد ومنفس قدوس وهدا أملاك بكرسوس كرسوس أويان بولد ولدان بمنفس قدوس منفس عيني تسنياتو يكزابير بيتسابوج يكدس دنجل مريم ولايت أملاك أسرات بوكلاس لجوج يكدسان كالتياني تسطاچو بركة يوناچو إزبا كريستيان يرت التوهادو هايمانوت ممنان انديت عدراچو انديت سمتاچو ليكون اكزابير أملاكاچن اچن ساعت اچن دقيقة اچن جزي فقدو ودو ለንስሐ አድሜ ጨምሮ እዚ ድረስ ያደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከሷ አትለይምና ክብር ምስጋና ለሷ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እሱ እንደመራን መንፈስ ቅዱስ እንዳሳወቀን የዛሬ የምንማማረው ኮኮሃ ሃይማኖት ወይ ደግሞ مسرطة هايمانوت وي هايمانوت مسوسو يهونوتن قدوس بيتروسنا قدوس باولوس مننشا عرغن لنيا عبنت يهونون لهايمانوت مياتنا بهايمانوت يمنو قومبت برتات يميهونن تمرت اكزيابير اندي استمرن يرسو قدوس فقاد يهونن لن የሃይማኖት መሰረት ወይ ደግሞ መሰሶ ማለት አንድ ቤት ሲታነጽ መሰረቱ ጥኑ ሆኖ መሰረቱ ጠንካራ ሆኖ ከታነጸ ንፋስም ቢመጣ ዝናብም ቢመጣ የማይነቃነቅ የማይፈርስ ሆኖ ይታነጻል። ከላይ የሚታነጽ ሁሉ ወደ ላይም ቢወጣ መሰረቱ ጥኑ ስለሆነ አይነቃነቅም አይፈርስም። በዚህ ምክንያት የሃይማኖት መሰረት የሆኑ ቅዱሳን አባቶች እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ጸጋ እግዚአብሔር እንደሰጣቸው ኃይል እግዚአብሔር እንደሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ተመርተው ይችን ሃይማኖት እስካሁን ያቆይልን ያስረከቡን እንደመሆናቸው መጠን የነሱ ታሪክ የነሱ ገድል የነሱም በረከት እየተማማርን በረከትም ያገኘን እስካሁን አለን እንቀጥላለን እግዚአብሔር እስከመጨረሻ እስካለም ፍጻሜ ከናንተ ጋር ነኝ እንዳላቸው ለቅዱሳን ሐዋርያት ከኛ ከምናምን ደግሞ እስከዘላለም ከኛ ጋር ስለሆነ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የቅዱስ ጴጥሮስ አባቱስ ዮና ይባላል። ትውልዱም ከነገደ ሮቤል ሆኖ የተወለደበት ቦታ በባህር ዳርቻ በገሊላ የምትገኝ በቤተሳዳ የምትባል ስፍራ ሆኖ ከወንድሙ ከአንድሪያስ በአሳ ማጥመድ ስራ ይኖር ነበር። ከነሱ አብሮ የዘብዴዎስ ልጆች ዮሐንስ እና ያዕቆብ አብረው ይሰሩ ነበር። ጌታ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ለሐዋርያት ከመጥራቱ በፊት የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ደቀ መዛሙርት የነበረ ቅዱስ አንድሪያስ የቅዱስ ጴጥሮስ ወንድም ለቅዱስ ጴጥሮስ ወንድሙ ክርስቶስ እኮ መጥቷል ክርስቶስ አግኝቻለሁ ብሎ የነገረውና የጠራው ወንድሙ ነበር። በዛን ሰዓት ከስራው ሁሉ ትቶ ወደ ክርስቶስ አልመጣም ነበርና ያንን ነገር ግን ሰምቶ ነበር። መጀመሪያ የጠራው በዚያ አጋጣሚ ምናቀው
قدس اندرياس وندمو تاناش وندمو اندهونه متحف قدس ياسر الدانال قدلم ينقرنال يا قدس هارا بيتروس مترات با وانا النت مدان عالم كريستوس با بحر دار با عصا متمد ايالة قدس بيتروس زيابير املاكاتين مدن كريستوس وده بحر تقابلو با قدس بيتروس مركب تساكلو هزبن سياستمر بزان ساعت املاك نتن قدس زيابير مدن كريستوس مهنون امني تتربت قزي نبر بزان ساعت يامناك نتو سياك اني هات اتنياني كاني راك بلو لمدهن كريستوس تناغرو نبر بزي ساعت مدهن علم كريستوس انت اهون عصا ايات امد كنو يالو كاهم بالاقن سون تتقر اللو ويزمو سو تسبس بالله برو بزي نگرو قدس مدهن علم كريستوس لقدس بيتروس بمجم مريا وندمو ستقرو كيفا بلو سمو كسمون وده كيفا لو تلوت نبر بزان ساعت من عربات قدس بيتروس ملوهنو عمنو عرلم ينبره عمناك النتو هلون نگر مياك انا هلون يمي رداك زيابهير مچون هلو يمياك سلهونا بمچ عرشا كريستيان هنو ملوهنو ممنن دمي استمرنا ممنن دمي اتنا اسوط انتم اسك مچ عرشا بهيمانوت اندميالف سياسردا كيفا بلو تراو كيفا مالت عالت مالتنو يتسنى مالتنو بمترشام اكزيابير يهنن سلو قدس بيتروس ملوهنو عباتو ينبرون نبرت هلو انتتو لا اكزيابير عملاك نمدهاني علم كريستوس اندتكتلو النايالن قدس بيتروس بادميم تلك سلنا برا بتترام جزي امنتم تلك سلنا برا لكروسوسم مولو فكر سلنا براو تكتلو سيهد اندت اوايقن شكولم استوائم سلنا برا يبميت ايك ساعت بشكولا بماستوال لكروسوس سميت ايك اونتياكي يملس نبر هاركدس بيتروس اني ماننن بلو ستايق املاك النتون يكزابير لجمهونن سيما سكر يكزابير املاك دمو يهنن نگر يغلط اللي سيغان دمن عدلم منفس كدس نو بلو بزي مسكرو انت عالتن بتكريستياني دمو بانت لاي يمسا تاتال لو بلو كالكيدان قبالت كالكيدان دا قبالت مدهاني علم كريستوس قدس بيتروس منفس قدس بورو دلاتشو قزيه ببالا عمسا كزابهالا باند تمرت وي باند سبكتو سوستشي هزب اندامنو مسرت يهاي مانوت ويدمو ሃይማኖት መስርቶ ለእምነናን እንደሚያጸናና ወደ ክርስቶስ እምነት እንደሚያመጣቸው አስቀድሞ ስለነገረው ያንን ነገር ተፈጸመለት ፍራት የነበራቸው ድፍረት አግኝቷል ቅዱሳን ሐዋርያት የማስተማርና የማስተዋልን ተገልጾላቸዋል በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው እንደሚያስተምሩ ደግሞ ኃይል አግኝቷል قدس بيتروس بيتكريستيان دمت نغران يهي مانوت مسررت ويدمو يهي بيتكريستيان مسررت نو ده هاواريات بمولو دمو وده اگر سبكتاتشو سيهدو قدس بيتروس اندابات النتو اندالك النتو اندت اگاو هلت هلت تنو سيهدو قدس بيتروس وده ሀገረ ስብከታቸው ይሸኛቸው ነበር ያጸናቸው ነበር በተለያየ አጋጣሚ
ያስተምራቸው ነበር ለአሕዛብ። ቅዱስ ጴጥሮስ በሀገረ ሮም በሚያስተምርበት ጊዜ ብዙ ምእመናን ወደ እምነት መልሰዋል። ታሪኩ ለማሳጠር ያህል የፍጻሜው ጊዜ በሮም በደረሰ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ መከራ ሲያጋጥመው፣ ችግርም ሲያጋጥመው፣ ፈተናው ሲያጋጥመው ወደ መድኃኒት ክርስቶስ በጸለየ ጊዜ በአምደ ደመና የሚመስል እሳት ወርዶ ከችግሩ ከመከራው ከፈተናው ብዙ የሚያወጣው ነበርና በመጨረሻ ጊዜ ግን በመጨረሻ ጊዜ ፈተና ሲገጥመው ወይ ደግሞ የነበሩ ነገስታት አሸንፈው ሲመጡ ወደ ጣዖት ሲሰግዱ ነበርና ቅዱስ ጴጥሮስም ወደ ጣዖት ሊሰግድ በተጠየቀ ሰዓት አልሰግድም ብሎ ሲናገር ያ ፈተና እንዲያልፍለት ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ ጌታ ሲያመለክት ጌታ ግን እንደ ቀድሞ እንደሚያደርገው የነበረ ሳይሆን ለቅዱስ ጴጥሮስ በመስቀል ተሰቅሎ ነው የታየው። ይህ ማለት ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዴት ነው ይህን ነገር ሁለተኛ የምትሰቀል ብሎ ሲጠይቅ አንተ ስትፈራ አንተ ወደ ኋላ ስትል ምን ላድርግ እኔ ብሎ በመለሰለት ክርስቶስ መሰረት ቅዱስ ጴጥሮስ ኃይል አግኝቶ ጽናት አግኝቶ በሃይማኖቱ በመስቀል ተሰቅሎ እንደተሰዋ ገድሉ ያስረዳናል። በዚህ ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ አምላኬ ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ዘቅዘቃችሁ ስቀሉኝ ብሎ በእምነት እንደተሰዋ ታሪክ ቤተክርስቲያን ያስረዳናል። በረከቱ፣ ረድኤቱ፣ ኃይል፣ ጸጋው ከሁላችን ርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት ምእመናን ይሁን። ከዚህ ተመሳሳይ የቅዱስ ጳውሎስ ታሪክ ወይ ገድሉ እንደሚያስተረዳን ቅዱስ ጴጥሮስ አስቀድሞ በሃይማኖት ጽኑ ሆኖ እንደሚቀጥል ስሙ እንደሚነግረን የቅዱስ ጳውሎስ ስሙን ብርሃን ዓለም እንደሚባል ምርጥ ዕቃ የቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ አስቀድሞ በሚጠራበት ጊዜ እንደነገረው ገድሉ ያስረዳናል። ቅዱስ ጳውሎስ ግን በታሪኩ እንደምንረዳው አስቀድሞ ከነገደ ቢንያም እንደሆነ እና የአብርሃም ዘር እንደሆነ ራሱ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 39 እንደሚያስረዳን ይህንን የእምነት ወይ ደግሞ የሃይማኖት ቅናት ስለነበረው በሕግ ኦሪትም የተማረ ስለነበረ በመምህሩ በገማልያ ስር ሆኖ እውቀትና ትምህርት አግኝቶ ስለነበር ያ እውቀቱ ቅናት አሳድሮ ለሕዝበ ክርስቲያን ወይ ደግሞ በክርስቶስ ላመኑ መሳደድ ወይ ደግሞ ግፍ ማድረግ ጀምረው ነበር። በዚህ ሰዓት ሐዋርያት ተሰብስበው ምእመናንን በሃይማኖት እንዲጸኑ እያደረጉ ስለነበር ከ8000 በላይ ህዝብ ወይ ደግሞ ምእመን በሆነበት ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ ቅናት ተሰማውና እነዚህ መጥፋት አለብን ብሎ ተነሳ። በዛን ሰዓት ከነበሩ ከወታደሮች የስራ ፍቃድ ስለነበረው በሃይማኖቱ ደግሞ ቅናት ስለነበረው በሕገ ኦሪት ይህንን እንዴት አይሁዱን በሚል የክርስቶስ ነገር ስላልተረዳው ለምእመናን ማሳደድና በእስር ቤት ማስገባት ስራዬ ብሎ ይዞት ነበር።
إخزابير أملاك مدان علم كريستوس سايقلت اللت بافيت كاكدوس كدامي سمات كدس تيفانوس بدنغاي ثيوغرود السوم ينزي سوچ لبس سبسابي ويت أباكي نبر بزي ب كدس تيفانوس مسوات السو إجنا برو ماتن كذا بحالا أبلوتو كريستيان ماسر جمرنا كريستيان ودى ياريكو تسدى ودى تلايي بوتا كي يرساليم يوتو نبر وطوم بليلا بوتا يدبوك نبر كدس باولوسن ينن سياي كنبرو لكا كانت كنبرو شمامنت فكاد تايكو فكاد آجينتو كريستيان ماسرد كاتلا يهنن ياي مدان عالم كريستوس بياريكو منجد كريستيان ياسرد سيهد برهان ملكوتو قلت اللت يه برهان عملاك النت يمياسرد دا يكزابير برهان نبرة بزي ساعت عينو أور مايتم عالتشالو مننا من مدرج اللبن أنت ما أنه بلوسي تيكو أني من تصددن مدان اللهم كريستوس نين بلو سينا جرو تاري أني من مدرج اللبن بلو كدس باولوس تيكو مدان اللهم كريستوس وده زمن در هيدنا الزاهدة يمينا جرهنا ميسمرة لك الله هلو بلو عندنا جرو السولة سوستكن سوستلالين ساي بلا ساي تتا ببيت سيكمت أنا ميبال يا كريستوس تكتاي كهن نبرنا إيده أتمك أو بلو عندنا جرو مدانا لم كريستوس أنا يا كريستوس باولوس تاريخ ياك نبرنا كريستيان نمي أسادد كريستيان قف لم يادر سو انديت بيه أنين دزيادر قالو بلو لا كريستوس مدانا لم تايكو نبر أنانيا كريستوس مداني علم هيد إيه يني مرت إيكانو نينا قريه واللو يمال لسال لا هزابم ود أمنت يمال لسال جوال يا هزاب ممهر يهونال بلون داس ردو أنانيا ود الزاب يتهيدو يمايا ينبرة عينو نكتو كرفيت بمي مثل كأينو تغفو اندا ينا اندا تمكو قلو ياسر الدانان قدس باولوس كنبرو تاريك كريستيان كمسادد كريستيان قف كمادرك يبلت كامن بحالا لمدان يلم كريستوس لإكزابيهر بمولو لبونا انداغلق قلونا لعذابم بسرات اندي استمر اندوتا ياسر الدانال يا كدس باولوس قدل اندم ياسر الدان كريستوس لني استمرونيال جن اني لم ما تقم هاواريام لمبال مالچن دكاما مدان يالم كرسوس بچرنتو بمرتو هاواريا عدرگونيال اندال راسو بقالو با هزاب اگرو چيدو بزو تمرت انداستمارنا يه قدسان هاواريات يه تكتلوتن يرت توادو هاي مانوت اندات اننا بزو كريستيانوش باتا كريستيانم اندانتا قدلو ياسردان لما ساتر يحل قدس بيتروس اسكادمن بروما مسوات اندى كفل وي مسوات اندهون اندالنو قدس باولوس بروم نقوس تايزو بسيف انجتو اندى تقورتا
በመጨረሻ ሰዓት ያስረዳናል። እነዚህ ሁለታቸው ቅዱሳን የቤተ ክርስቲያን መሰሶ የሆኑ በአንድ ቀን በሐምሌ 3 በ67 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ጳውሎስ አንገቱ እንደተቆረጠ ቅዱስ ጴጥሮስም ዝቅዝቅ በመስቀል ተዘቅዝቆ እንደ ተሰው በቤተክርስቲያን ታስረዳናል። በረከታቸው ረድኤታቸው ጸጋ መጎሳቸው ኮላችን ምእመናን ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ ቀድሞ ክርስቲያን የሚያሳድድ የነበረ ከዛ በኋላ ግን ለአህዛብ መጎስ እንደሆነ ለአህዛብ መምህር እንደሆነ ወደ ክርስትና ወደ ክርስቶስ እንደመለሳቸው ያስረዳናል። በረከታቸው ረድኤታቸው በድጋሜ ከኛ ጋር ይሁን። ያስተማረን የመከረን ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተማርነውን በእዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይታኮተ ይሰባ ስም ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት። ይማረን ወይሳርን በርትዕት ተዋሕዶ ሃይማኖት ያጽናን። ይቆየን። ዘኢትዮጵያ